السلام عليكم اخواني جميعا، طمنون عنكم ان شاء الله انتم بخير. معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة. اليوم معنا ست بخصوص اورجل بي اي 700، ست مغاربي او مغربي. ويلا نبدأ. اهلا وسهلا فيكم عن جديد اصدقائي. أول شيء بعتذر منكم، أنا ما كتير عندي خبرة بالإيقاعات المغاربية، فقط أنا إنه لقيت موجود سيت مقبول حلو بدي استعرضه عليكم بهالفيديو، وإن شاء الله بكرة بنزل لكم إياه على قناتي التليجرام اللي موجود هي الرابط تبعها قناتي التليجرام. تمام، بيقدر يفوت بيلاقي مكتوب كي جي موروكو. تمام، بيكون أو سيت موروكو، بيكون هذا السيت اللي هلأ رح نستعرضه معكم على الأورج. سيت على قولة اخواننا المغاربي كتير برشا حلو، برشا او كتير برشا حلو. هلأ عنا ما هو مو كتير يعني في ايقاعات، ولكن رح احاول انا باسرع وقت ممكن اني اسمعكم اياه، اسمعكم كل السيت مع الاصوات. تمام، اذا بنبدا من على باليوزر شغلنا بالفاكتوري، كله شركه ما في داعي له. نبدا باليوزر من ستيف تونس، هذا بعتقد تونسي الايقاع. ماشي الحال اخواننا المغاربي بيعرفوا بالاسماء اكثر مني بهالموضوع بهاي الايقاعات. ماشي حلو حلو. شباب انا تيمبو نو لوك، اوكي اون لوك. تمام، بعتقد هاي الاسم استخبار، استخبار هاي بتكون زني، بنسميها احنا زني يعني موسيقى مرافقة للموال. خالص اول بنك المكتوب عليه تونسي، ناخذ الثاني مكتوب عليه راي سيسين سيسينيو، ما بعرف يمكن بعتقد مكتوب بالفرنسي. زنداني. بربس. ستيفي مكتوب ستيفي كول. هلأ شادلي.
خالص اللي مكتوب عليه. راي الثاني 6/8. تيتاوي تيتاوي هذا إيقاعي، هذا خالد مكتوب اسمه، اسمي عليه معناتها. حلو استيفي، ما تواخذونا شباب بنشتغل عشوائي. ها ننتقل عند بنك اسمه زندالي، زندالي شعبي كيس 1 كيس 2. شو طلع معي ما بعرف. هدول ما بعتقد مضروبين. ننتقل عند بنك اسمه نيلي، ما فيش إلا اللي بعده يوزر 6. هذول طعم الإيقاعات اسمه شاوي، عندهم اسمه شاوي السيسي ما بعرف، ولكن كلهم نفس الوزن.
حلوين. ننتقل على المكتوب عليه اس شعبي. مضروب هاد مكتوب عليه فيجا. يعني دوري كله نفس الستايل تقريبا. هدول مكتوب علينا اتش اس سي ام او اتش دي ان يوزر 3. هذا البنك بعتيد مضروب. منروح على التركي. منروح على بنك 11. بعتقد هذا ليبي. آخر بنك. هذا حلو. نزل السرعة بس. هيك بنكون خلصنا من الإيقاعات شباب. خلونا نشوف شو في أصوات بالنسبة للست المغاربي. ناخذ علامة مشرقة. بيانوهات. Thank you.
أصوات، أنا ما كتير عندي خبرة بأصوات اللي بيحبون أخواننا المغاربي. لايف إذا شباب ما بدنا نطول عليكم كتير، هذا هو الست المغاربي. أتمنى ما أكون طولت عليكم بالفيديو. إذا هذا كان كل شيء. أتمنى يكون عجبكم الفيديو. كان معكم خالد جنيد، تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.